فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للطيور، هل تقاس على الغنم فيسمى ذبحا بالنسبة لها؟ كيف؟ الطيور يقول هل تقاس على الغنم؟ تقاس في أي شيء؟ في الذبح فيسمى ذبحا. يسمى ذبحا؟ نعم. أي نعم يسمى ذبحا، لأنه في الحلق. الطير وين تذبح الطير معه؟ ما هو مع الحلق؟ مع الحلق. هذا إذا قدرت عليه تذبحه، أما إذا لم تقدر عليه فذبحه بإصابته في أي مكان من بدنه من جسمه. نعم.